تصريحات مثيرة للأديب نسبت له مؤخرا حول طبيعة الإسراء والمعراج أثارت الأوساط الدينية والاجتماعية في مصر. وتركبت بقى فكرة الإسراء والمعراج. الإسراء مذكورة في القرآن وليها معنى تاني غير الناس فاهمها، والمعراج ده مش مذكور، معرفش جابوه منين. واعتبر المسجد الأقصى القائم في فلسطين الآن لا علاقة له بالمعنى الحقيقي في القرآن الكريم، وبالتالي فهو ليس بأحد القبلتين. انت عايز تقول ان القدس ليست مدينتنا المقدسة؟ كلمة همقداش كلمة عبرية، وبيت همقداش ده مفهوم عبراني. المسيحي إيليا، المسجد الأقصى، بس ده رأينا يعني، مش هو ده ولا يمكن يكون هو ده. إنه العلماء بتوعنا الأوائل الواقدي والطبري وكتير منهم قالوا يا جماعة المسجد الأقصى، احنا مش عارفين إن سيدنا محمد بعد ما ضايقوه في قريش راح دعا في الطائف، نعم، وعلى طريق الطائف في مسجدين، مسجد اسمه المسجد الأدنى ومسجد اسمه المسجد الأقصى. فالآية في سورة الإسراء بتعبر عن حال النبي وهو بيفكر متحير زي إبراهيم كده، سيدنا إبراهيم لما قال رب أرني أنظر إلي، أو موسى وإبراهيم وكتير من الأنبياء مروا بمرحلة الحيرة دي. فالآية بتقول سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. في وقت ما كانش فيه صلاة، نعم، يبقى إذن ده مكان تقديس ومكان معروف، وإلا كان تم تعريفه، نعم. طيب فالواقدي وغيره قالوا إن ده المسجدين اللي هم على طريق مكة من جهة الطائف، هو ده الحرم والأقصى؟ بس ليه؟ لأنه الأقصى ما كانش موجود، ولا كانت المدينة الموجودة اسمها القدس، كان اسمها إيلياء، نعم، ولا كان فيها مساجد. إذا هل معنى هذا أن المسجد الأقصى لا يمثل قدسية عند المسلمين؟ لا، المسجد الأقصى يمثل لعبة سياسية عملها عبد الملك بن مروان. إذن لا يوجد مبرر لتلك المعركة ونترك المسجد الأقصى، ليس لنا علاقة لا من ناحيتنا ولا من ناحيتهم، ده اللي أنا بقوله أو بقول للناس فكروا فيه. بالتفكير فيه بهذه الطريقة هيقودنا إلى إيه؟ إلى السلام. إذن لا توجد قدسية لهذا المكان لا عند المسلمين ولا عند اليهود، توجد سياسة وأنه معركة سياسية، وبهذا يصبح حلم الخلاص وعلى القدس راحين وبالملايين هذا كلام هراء، وأن الحرب التي يقودها اليهود والهيكل وخلافه هذا أيضا كلام هراء كذب من ناحيتهم برضه.